راه من الجماهير الشعبيه. حزب الاستقرار ما عندنا غير نتوما، ما عندنا غير المواطن. الدعم ديالكم والتواجد ديالكم والوعي ديالكم والحكمه ديالكم هي اللي عطينا القوه حنا في حزب الاستقرار. انا هذا اللقاء لقاء متميز نظرا لانه كيجي في المناسبه ديال عيد الشعب الفاتح ماي عيد العمال الدولي، كذلك كيجي في واحد السياق دولي وطني متميز جدا. الاجتماع اللي حنا حاضرين فيه الان مع الممثلين ديال العمال في النقابات القطاعيه اللي فيهم المناديب وفيهم غير المناديب واعضاء المكاتب النقابيه والاتحاد العام للشغالين بمراكش حاول يدير واحد التمثيليه ديال الحضور، وكان هذا الحضور هذا مناسبه للتواصل، التواصل في اطار الرجوع الى الحصيله ديال العمل النقابي والنتائج اللي حققها الطبقه العامله في البلاد ديالنا خلال هذه السنوات، وخصوصا الى بغينا نضبطوا الامورات غادي نقولوا من بعد الاتفاق ديال 30 ابريل 2022 اللي هي ليله فاتح ماي الماضي الى اليوم، يعني سنه ديال الانجازات ديال العطاء ديال تبادل الملفات ما بين النقابات وكذلك ما بين الحكومه وكذلك الممثلي الباتروناج. اذا هذه المجهودات اللي دارت هذه السنه كانت بمناسبه باش نتبع فيها التواصل وتوضح شنو هما الانجازات وشنو هما الاخفاقات اللي كانت هناك اخفاقات وشنو هما التطلعات. فكان الشرح ديال جميع المجهودات اللي دارت لهم الحكومه بدءا بالمؤسسات ديال الحوار الاجتماعي، انضباط والتزام بالمواعيد ديال جولات الحوار، الاتفاقات الموقعه، المراسيم اللي خرجت بالدفدات، المرحله ديال الاجراء اللي هي دابا الان هي السائده، اجراءات ما تم الاتفاق عليه، كم تحقق منها، ماذا تحقق منها، اشنو السبب اللي ما تحققش مواضيع اخرى، باش ندخل معك في التفاصيل لانه كان هذا هو المحور ديال اللقاء. اذا كان هذا اللقاء هذا اللقاء، ثم كذلك شنو هما الملفات اللي لا زالت عالقه ولا الحكومه فاتحه فيها حوار مع النقابات فيها مذكره وهي خصها تدخل وتكون ان شاء الله من بين المسائل اللي غادي يتم انجازها قريبا في هذه السنه هذه الجاريه اللي حنا فيها. ثم كاينه مطالب اخرى اللي هي مرتبطه بالشق المالي واللي هي اساسا وهذا هو من ميزات الحوار الاجتماعي، هو كتكون الدوره ديال الشوتان اللي كتجي قبل ما كيتوضع وما كيتم التصويت على القانون الماليه في مجلس في السلطه التشريعيه والبرلمان ديال السنه المقبله اللي تيتم فيه ادخال الجامعه هذه واخذ بعين الاعتبار. اذا كون هذاك التاريخ غادي يكون ديال سبتمبر في جوله غتكون مناسبه باش الحكومه تاخذ بعين الاعتبار هذوك ما تبقى من الالتزامات اللي كانت وشنو هما المسائل الاضافيه اللي غيتحقق واللي غيتنزل في القانون المالي المقبل. اذا التفاؤل كاين، الاجتماع الاختصامات اللي كانت مهمه هو انه لما يكون التواصل تكون المذاكره والحوار بشكل هادئ وناضج ومسؤول، الناس يكونوا مرتاحين ويمكن يكون التواصل بواحد الشكل سلس. انا فرحان بزاف بالنتائج ديال هذا اللقاء واللي الناس خارجين مطمئنين، خارجين وما عارفين، صحوا بزاف ديال المغالطات مع الاسف. دابا الان الظرفيه عندها اكراهاتها ومن ضمن اكراهاتها ديال التطور التكنولوجي اللي كاين دابا وهذا الشيء ديال الفضاء الازرق، احيانا كاين الناس اللي تيكون كلامهم فيه فائده وكاين حوايج اخرين اللي كتكون فيها التيه ويمكن تغلط واحد المجموعه ديال الناس وكاين حاجه كتكون مقصوده. اذا اليوم هذا التواصل وهذا اللقاء وهذا الحوار اللي حولنا العيد فعلا الى عيد من خلال التذكر على المسائل اللي هي فعلا بشكل طبيعي ومنطقي وموضوعي، عطى النتائج ديالي كتلاحظوا دابا وانتم عشتوا معنا الاجواء، كانت اجواء احتفاليه عيد بمعنى عيد، وكانت واحد التعقل واحد الانتباه واحد الالتزام واحد الحماس. ثانيا كان الهدف الاساسي مما تم الان امامكم وكانت هي الغايه كذلك من ضمن الغايات هو المطلب ديال رفع منسوب الثقه لدى الجميع. خصكم ثقه لانه بدون ثقه وثقه ما غادي يمكن. انا اعطيكم مثال دابا غير الفريق الوطني ثقه بالنفس اللي تزرعت فيه وبطات نتائج مبهره. حتى حنا حتى الجميع تيخصنا يكون ثقتنا في الحكومه، ثقتنا في النقابات ديالنا، ثقتنا في المناضلين ديالنا باش يمكن لينا نكون نشتغلوا حنا مرتاحين بدون تشنج بدون انزلاقات بدون تشويش.
رغم انه حنا تشويش لا يخيفنا ولا يغمنا. اذا اللقاء مثمر ومهم جدا ويوحي بمزيد من الحماس والعمل لهذه السنه المقبله ان شاء الله. وموعدنا عيد الشغل المقبل ان شاء الله اذا طولنا الله العمر. شكرا جزيلا.